وقد يعيش العبد في طاعة الله والاستقامة سنوات ثم يغفل عن ربه، يغفل بقلبه ويغفل بلسانه، يغفل بقلبه فيغفل عن ذكر الموت والآخرة، فتجده يرجع إلى حال أضعف الناس في بداية استقامته والتزامه، لأنه ضعف عنده الإيمان. فليست القضية بطول العهد في الاستقامة، إنما القضية كيف يستمسك العبد بحبل الله. والذكر من أعظم الأسباب، ولذلك ضرب المثل بالعبد الذي يذكر الله كأنه في حصن حصين لا يستطيع الشيطان أن يخلص إليه. هل يستطيع الشيطان أن يقترب من تال القرآن؟ هل يستطيع الشيطان أن يقترب من المهلل المسبح المكبر الذاكر لربه المعظم لله جل جلاله؟ من الذي قال لك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون؟ كم تسبح الله إذا أمسيت وأصبحت؟ سل نفسك، تقول ملتزم على طاعة الله، ما الذي حققته من أوامر الكتاب والسنة وذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا والزهد في الدنيا يجعل شهواتها تحت قدميك، فلا تصغي إليها بأذن ولا تستشرف لها بعين وتكون كما أمر الله نبيه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فإذا عظمت الآخرة في عينك لم تفتن بالدنيا، فإذا علمت قصر طمعك في هذه الدنيا ونظرت إلى الآخرة وعظمت ما فيها أصلح الله لك ظاهرك وباطنك. واستقم كما أمرت واستمسك بحبل الله كما دعيت، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصرف عنا الخواطر الردية والوساوس المردية. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.